الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر الاستعانة ب15 ألف قاضي للإشراف على الانتخابات الرئاسية بالداخل في 9376 مقرا انتخابيا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وما زالت تستحدث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية وطريقة برايل للإعاقة البصرية. كذلك أنشأت لجانا فرعية بكافة محافظات الجمهورية للوافدين للتصويت في غير موطنهم الانتخابي، وانتهت بالفعل من تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان. أهلا بحضراتكم في جولة جديدة من جولات برنامجكم برنامج اليوم في أهم وآخر الأخبار والأحداث المحلية والعالمية. بالفعل تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوقه السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة. وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكذا كافة اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية طبقا للضوابط التي تتيح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية له. كذلك أشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، قال إن الهيئة وجهت الدعوات لكل الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات، وتمت الموافقة بالفعل على طلبات ل 24 سفارة و 67 دبلوماسي متابع للعملية الانتخابية و 68 منظمة محلية، وكذلك 22,340 متابع محلي و 220 متابع دولي و 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات تلفزيونية، بعدد يعني حوالي زي ما قالت 4218 متابع إعلامي و72 وسيلة محلية و428 متابع للتغطية الإعلامية. خلونا الحقيقة نروح نتعرف على مزيد من التفاصيل عن الأداء الرقابي للمتابعين للعملية الانتخابية من ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. والحقيقه يعني انا عايزه اتعرف من حضرتك بدايه ايه الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني سواء كانت محليه او دوليه لقبول متابعتها للانتخابات؟ طبعا مهم ان يكون الجمعيه لها سابق خبره في متابعه العمليه الانتخابيه، تكون بتتميز بالشفافيه والحياديه والنزاهه، تكون مسجله طبقا للقانون في دولتها، وان هي تقدم الطلبات في مواعيدها طبقا لشروط الهيئه الوطنيه للانتخابات. والمنظمات الخمسه اللي معانا الدوليين هو توفرت فيهم هذه الشروط وتقدموا بطلب لمتابعه الانتخابات الرئاسيه، والهيئه الوطنيه وافقت ليهم ضمن المنظمات الدوليه اللي الهيئه الوطنيه وافقت ليهم لمتابعه الانتخابات. طيب يعني احنا تابعنا الحقيقة من الإعلان اللي تم من قبل الهيئة الوطنية حول الاستعداد والمتابعين وما إذا إلى ذلك، وجدنا أن حجم المتابعين للانتخابات هو حجم كبير جدا، طبعا الكثير من الموافقات للراغبين في الرقابة والمتابعة على الانتخابات الرئاسية بالداخل، أكيد ده ليه دلالة، ممكن حضرتك تشرحها لنا؟ هو طبعا يعني احنا دايما بنقول أن الدول اللي بتسمح لمتابعة العملية الانتخابية لديها سواء كمتابعة محلية أو كمتابعة دولية
هي بتبقى دول بتتميز بالديمقراطية وبالشفافية، هي بتسمح ان يكون في عيون اخرى موجودة لمتابعة اجراءات العملية الانتخابية والتنافس الانتخابي والترشح والتسجيل والدعاية الانتخابية والتصويت والفرز وهكذا. احنا بنقول بالنسبة للدولة المصرية، يعني من فترة كبيرة من وقت ما كان هناك طلبات ان يكون هناك هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية، وده تم اقرارها بالقانون، وكنا بنطالب بسماح لمنظمات المجتمع المدني ان هي تتابع العملية الانتخابية، وده حصل برضو، وبقى هناك سماح للمنظمات المحلية والمنظمات الدولية ان هي تقوم بعملية المتابعة على الانتخابات طبقا للشروط والقواعد اللي بتضعها الهيئة الوطنية للانتخابات. فده يدل على ان مفيش حاجة انت عايز تخبيها عن عينين الناس، عندك اعلام، عندك منظمات، عندك جهات كتيرة بتشرف وتتابع العملية الانتخابية، عندك تقارير بيتم اصدارها، فده معناه انك انت بتطبق القواعد والاجراءات والمعايير الدوليه لحريه ونزاهه العمليه الانتخابيه. هل لمست حرص من الهيئه الوطنيه للانتخابات على توفير، يعني توفير لمنظمات المجتمع المدني سبل يعني عده لمتابعه هذه الانتخابات بيسر؟ طبعا، يعني من وقت ما احنا تقدمنا بطلبات، هقول لحضرتك، من وقت ما احنا تقدمنا بالطلبات ودونا الاكواد لتسجيل الاسماء الخاصه بالمتابعين المحليين، وكذلك لمندوبي المنظمات الدوليه لتسجيل المتابعين الدوليين، احنا حاليا استلمنا كمان تصاريح المتابعه سواء للمنظمات المحليه للمتابعين المحليين او المتابعين الدوليين، فكان هناك سهوله في الاجراءات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات. طيب، فيما يخص مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات، احنا يعني المشاهدين عايزين يتعرفوا ازاي ده بيتم على الارض، ايه هي الاليات، اليات التواصل ما بينكم وبين باقي المنظمات، منظمات المتابعة اللي هتابع الانتخابات الرئاسية. هو لو حابين نتكلم عن ائتلاف نزاهة، احنا 7 منظمات، منظمتين مصريتين و5 منظمات دولية. احنا البعثة بتاعتنا بعثة مشتركة ما بين المتابعة المحلية والمتابعة الدولية. المتابعة المحلية من وقت مرحلة التسجيل، تابعنا كمان مرحلة التصويت في الخارج عن طريق متابعينا الدوليين قبل ما يصلوا إلى القاهرة، واحنا وصل مجموعة امبارح والنهاردة وبكرة هيستكمل عدد المتابعين الدوليين. احنا بنتابع عن طريق استمارة، الاستمارة هذه المرة استمارة اونلاين، يعني المتابع عن طريق الموبايل وعن طريق الاستمارة وعن طريق التواصل مع غرفة العمليات، كل إجابة بيجاوبها على الاستمارة وكل حاجة بيكتبها في الاستمارة بتصل إلى غرفة العمليات فورا. احنا بنتابع 2400 لجنة فرعية في 10 محافظات، وده تقريبا النسبة كده 24% من عدد اللجان الفرعية في مصر، 10000 تقريبا، 65 لجنة فرعية، وبالتالي دي نسبة كبيرة جدا تقدر تحكم من خلالها على حرية ونزاهة العملية الانتخابية. لدينا طيب رقم الحقيقة أنا قبل ما أختم معاك، يعني إزاي تابعت وأبرز ملاحظاتك على الانتخابات الرئاسية في الخارج؟ من خلال المتابعة للانتخابات الرئاسية في الخارج، كان هناك مشاركة من المصريين المقيمين في الخارج، نسبة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كانت كبيرة، وده شاهدناه كلنا على شاشات التلفزيون. كان في سهولة للوصول للجان الاقتراع، يمكن كنا بنوصي في تقريرنا اللي احنا اصدرناه منذ يومين ان يزيد عدد اللجان الانتخابية في الخارج حتى يتمكن جميع المصريين من هم يدوا صوتهم في الانتخابات. البعض اشاد ان ايام التصويت 3 ايام منها يومين كان عطلة في الخارج، وده سهل على المصريين ان هم يروحوا يدلوا صوتهم في الانتخابات. كان هناك بعض مظاهر الفرح نتيجة المشاركة والعملية الديمقراطية اللي كانت موجودة أمام اللجان الانتخابية. لم نتلقى أي شكوى من أي حملة من حملات الأربعة للمرشحين الأربعة عن أي انتهاك أو اختراق للقواعد الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وينضم لي هاتفيا اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذة دينا. أهلا بيك. والحقيقة أنا عايزة أسألك على أبرز ما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات ليعبر المصريون عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية.
دعيني أقول لحضرتك إن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على تيسير وتسهيل كل الأمور بكفاءة كبيرة وحرفية شديدة. بمعنى تلاحظي حضرتك من خلال الهيئة الوطنية وقبل تصويت المصريين في الخارج قامت بعمل تيسيرات للتصويت. على سبيل المثال إن المصريين داخل جمهورية مصر العربية في 27 محافظة إذا كان الناخب مش هيكون موجود في محافظته يوم التصويت أو في الثلاث أيام الخاصة بالتصويت وحيكون موجود في مكان آخر يتم عرض عليه ثلاث أماكن لكي يحدد أحد هذه الأماكن ليكون مركزا للانتخابيا له. تمام. نمرة اثنين، المصريين اللي في الخارج أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إن حتى لو في مصري من المصريين اللي في الداخل موجود في زيارة عمل أو لأي مأمورية أو في رحلة في أثناء تصويت المصريين في الخارج فله حق أيضا التصويت في مع المصريين اللي في الخارج. يعني حد اللي شاتك مثال بسيط، شخص طلع عمره وأثناء تصويت المصريين في الخارج ممكن يروح يدلي بصوته في جدة، هو في مكة ممكن يسافر لجدة يدلي بصوته. ليه؟ ده كله لأن اسمه مدرك في قاعدة بيانات الناخبين. أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة قامت بعمل كل شيء يسهل هذا الأمر من خلال توفير سواتر للإدلاء بالأصوات، وقامت بكافة الأمور اللوجستية وفرتها. وتجدي حضرتك إنها هتعمل بطاقات انتخابية لضعاف البصر أو يعني بطريقة برايل لهم بالظبط. وهتعمل لغرفة العمليات تفعيل لغرفة العمليات بحيث أي شكوى يتم تلافيها في الحال. طب أنا عايزة معاك قبل ما أختم معاك يا سيادة اللواء طارق، دكتور طارق خد، أعرف من حضرتك ومشاهدينا يعني بيتابعونا ضوابط الأداء، أداء الصوت في الانتخابات الرئاسية حتى يكون الصوت صحيح 100%. نعم. يعني نذكر. نعم. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتفضل. تمام، وده كلام سليم وده سؤال مهم. بدل ما يبقى فيه مشاركة ويبقى البعض للأسف بحسن نية مش عارف إيه اللي هي الحاجات الممنوعة في التصويت. أولا هو بياخد بطاقة التصويت لا يجوز وضع العلامة بقلم رصاص. تمام. اتنين، لا يجوز إلا اختيار مرشح واحد فقط من الأربعة. لا يجوز انه يعلق قبول المرشح على شرط. يعني ما ينفعش مثلا يا استاذه دينا يقول انا موافق على ترشيح فلان الفلاني بشرط اني اتعين في جهه عملي في الحته كذا، ما ينفعش الكلام ده، ده اسمه التعليق على شرط وده خطا. ولا يجوز له سوى مرشح واحد من الاربعه، ولا يجوز له عمل علامه صح مثلا على الاربعه، يعني علامة طويلة على الأربعة، ده برضو يعتبر تصويت باطل ويعد صوته بمثابة أصوات غير صحيحة، وهذا يعيب العملية الانتخابية من جانب المواطن. لأن الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الإعلام بمنتهى الصراحة والشفافية أوضحت كل هذه الأمور، فالدور سيكون على المواطن. صحيح، واحنا يعني هنذكر ما بين يعني الفينة والأخرى علشان يعني الناس كلها تبقى يعني تدلي بأصواتها بشكل صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. فاصل قصير نرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم من جديد في اليوم، والحقيقة معانا مجموعة متنوعة من الأخبار سواء كانت الاقتصادية أو السياسية على المستوى المحلي والمستوى الدولي. وهتكون يعني هنبدأ من جولتنا طبعا من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي أشار خلال طبعا عقده الاجتماع وتحدث فيه عن نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 في مدينة دبي.
رئيس الوزراء قال في كلمته في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة أن الرئيس أكد على تجديد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، وقال أننا أطلقنا في قمة كوب 27 بشرم الشيخ العديد من المسارات اللي بتسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد. أيضا أشار إلى زخم اللقاءات الرسمية اللي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة المناخ بدبي مع عدد من قادة الدول والحكومات وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، واللي لم تقتصر مناقشتها على قضايا المناخ فقط بل امتدت للتشاور بشأن الأزمة في قطاع غزة. ويعني الحقيقة كان هناك بخصوص بقى يعني دور مصر في هذه الأزمة، كان هناك حقيقي يعني تثمين للجهود المصرية بشكل كبير جدا في التهدئة وفي نفاذ المساعدات الإنسانية والوقوف بجانب يعني أشقائنا من الفلسطينيين من كل يعني الدول، سواء كانت عربية أو إقليمية أو حتى يعني غربية. هنكمل باقي أخبارنا وهنروح لتجمع البريكس اللي هتنضم لها مصر في يناير 2024، عشان كده بتعكف وحدة تجمع البريكس اللي تم إنشائها بقرار من رئيس الوزراء في أغسطس الماضي. وده يعني دي هيئة كده بتعني بدراسة كل ما هو يعني بتعني كل ما هو مهتم بالشراكة مع دول البريكس، تسهيل دوت تنظيم ده. الحقيقة هو تجمع غاية في الأهمية، وبالتالي مصر كان عليها دور كبير انها تجهز لهذا الملف بشكل قوي جدا، عشان كده تم انشاء وحده البريكس في اغسطس اللي فات. عايزه اقول لحضراتكم ان يعني تم دراسه ووضع تصور وخطه محكمه ورؤى يعني قويه جدا لكافه الوزراء داخل هذا التجمع، تجمع المعني بالبريكس، لعملية تنظيمية دورية كان آخرها يمكن كمان اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء على فكرة قبل أيام فاتت. يعني هنروح نعرف تفاصيل أكتر بقى ونشوف يعني هذا التجمع هيقدم إيه لمصر، وإحنا يعني خلاص على بعد خطوات وأيام من انضمام مصر رسميا للبريكس. ما بينضم لنا هاتفيا دكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بالاستاذ المشاهدين. اهلا بيك. واحنا يعني في البدايه كده على بعد ايام تقريبا من انضمامنا رسميا، خليني يعني افتكر مع حضرتك وتذكر ونذكر مشاهدينا واسالك عن ماذا يعني انضمام مصر لوحده البريكس. طيب البريكس اولا هو تحالف اقتصادي كان بيجمع 5 دول مع بعض اللي هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، ثم انضمت 6 دول اخرى من بينهم مصر، فأصبح التحالف 11 دولة. الدول ديت هي وظيفتها أو الهدف من هذا التحالف أن يتم التعامل بالعملات المحلية بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدولار، يتم زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول، الاستفادة من خبرات الدول بعضها البعض بشكل كبير. انضمام مصر للبريكس طبعا ليه عدة مزايا، يمكن أول حاجة اللي هو أقدر أخفف الضغط على طلب الدولار وأبدأ أتعامل مع دول زي الهند زي روسيا زي البرازيل بشكل بتعامل أفضل، وأيضا الإمارات العربية أقدر أتعامل معهم بالعملات المحلية. صحيح. أقدر أصدر واستورد معهم بشكل أفضل، ده نقطة. النقطة الثانية إن أنا أجذب استثمارات من هذه الدول، لأن النهاردة هذه الدول لما هيكون عندي عملية استيراد وتصدير بدون جمارك وبدون ضرائب بيننا وبين بعض، حجم اقتصاد هذه الدول اللي مصر هتنضم لهم في البريكس قد ايه عالميا وحجمهم عالمي. جغرافيا كمان عشان المشاهد تمام. يبقى فاهم كويس احنا طيب. بنتكلم يعني اقتصاديا قد ايه وجغرافيا تمام. هنقول رقمين، احنا اولا عدد دول البريكس بوضعها الجديد اللي هي 10 دول بخلاف الدوله المصريه، احنا بنتبادل معاهم سنويا 40 مليار دولار، فانا النهارده هتعامل مع هذه الدول بالعملات المحليه، بدل ما ادفع 40 مليار دولار هدفع القيمه المعادل للمصري او المعادل باي عمله ثانيه. تمام. ده واحد. النقطه الثانيه ان هذا التحالف يمثل اولا يمثل 40% من سكان العالم، لان احنا عندنا اكبر دولتين على مستوى العالم من حيث عدد السكان هي البرازيل هي الصين والهند، وايضا بيمثل اكثر من 26% من حجم التجاره على مستوى العالم، أو متحكم في اقتصاد يمثل 26%. فإذا بنتعامل مع تحالف اقتصادي قوي
هستطيع ان انا اكتسب من عنده خبرات. ايضا عندي ميزه مهمه ان انا هفتح اسواق جديده للسياحه، لان ممكن هيجي لي بقى السائح من ايران، من البرازيل، من الارجنتين، سياحه جديده، يمكن قطاعات من السياحه او دول ما كانش عندي بينها وبينها تعامل سياحي بشكل افضل، لان السياح دول هيجي يتعاملوا معايا بالعمله المحليه، فاعتقد ان ده هيزيد من حجم التبادل التجاري، هيزيد من عدد السياحه الوافده للدوله المصريه، ايضا هستفيد بجذب استثمارات. دايما عندي منطقه روسيه، دايما عندي منطقه صينيه داخل محور قناه السويس، ممكن في المستقبل نسمع عن منطقه صناعيه هنديه، نسمع عن منطقه خاصه بالصناعات مع جنوب افريقيا او مع دول زي البرازيل بشكل افضل وبتعامل افضل مما هو عليه. خلينا نقول ان في استثمارات جديده يعني في مناحي اخرى وملفات اخرى هتدخل مصر بانضمام مصر للبريكس في 2024، ويمكن احنا تابعنا بعض الاتفاقات حتى الثنائيه على مدار الشهور القليله الماضيه بعد الاعلان عن انضمام مصر وبعض الدول ايضا العربيه وغيرها الى البريكس. لكن انا عايزه اسالك يعني سؤال اخير، وهكلمك عن وحده البريكس اللي تم انشائها في اغسطس الماضي، وكان يعني حصل كذا اجتماع، قول لي اهميه هذه الوحده ايه حاليا؟ انها تدرس الموقف التنفيذي لكل دوله، بمعنى التبادل التجاري، احتياجات هذه الدول، ايه هي الميزه التنافسيه لكل دوله، الدول دي نقدر نزيد التعامل معاها بشكل افضل في أي نواحي، في مثلا نصدر ايه افضل ليهم، نستورد منهم ايه، لان انا ممكن اغير البوصله بتاعتي. يعني هتقدم دراسات وافيه وشامله لكل المستثمرين، سواء لمصر المصريين او المستثمرين الاجانب اللي عايزين يدخلوا السوق المصري، عن نوعيه الاستثمار في المشروعات داخل مصر او الاستثمار في هذه الدول خارج مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا خلصت النهارده، لكن بكره يوم جديد مليء بالاحداث، كل اخباره هتلاقوها مع حضراتكم على شاشتكم، شاشه DMC، وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم والى اللقاء.